وحدات الجيش تحكم سيطرتها على تلة الرخم غرب الكليات العسكرية في حلب، وسلاح الجو يوقع عشرات الإرهابيين في حمص ودير الزور. ظريف والمقداد يبحثان استمرار القيادة الإيرانية مواصلة دعمها السياسي والاقتصادي والعسكري لسوريا حتى دحر الإرهاب. لافروف وشكري يبحثان الوضع في سوريا، والكريملين يقول إن التهدئة الإنسانية لها أطر زمنية، لكن نظام وقف العمليات الجوية الروسية ما زال مستمرا. وفي ملفات استوديو الحدث، قبل يوم من انتخابات الرئاسة الأمريكية، تصاعد حدة الحملات أو حملات الفضائح والاتهامات المتبادلة بين كلينتون وترامب. أهلا ومرحبا بكم إلى ملفات استوديو الحدث. تلة الرخم نقطة جديدة أعلنت وحدات الجيش العربي السوري سيطرة عليها خلال العمليات المستمرة ضد الإرهاب في غرب حلب. تلة الرخم تقع غرب الكليات العسكرية، وقد جرى السيطرة عليها بعد تدمير آخر تحصينات إرهابيي جيش الفتح. عمليات رجال الجيش المكثفة والمركزة تشمل عدة محاور من الشمال إلى الشرق إلى الجنوب. خلال إحدى هذه العمليات التي أدت للسيطرة على خان الشيح بريف دمشق، عثرت وحدات الجيش على مصنع أسلحة وذخائر وصواريخ ومستودعات للأسلحة والذخائر للتنظيمات الإرهابية، إضافة إلى أسلحة وذخائر إسرائيلية وأمريكية. التطورات الميدانية تسير بوتيرة أسرع من التطورات السياسية التي لم تسجل جديدا يذكر على الساحة الإقليمية والدولية، ما عدا الاتصال الهاتفي بين لافروف ونظيره المصري، والذي ركز على بحث الأزمة في سوريا وسبل التعاون في حلها. عمليات مركزة ودقيقة، صفة أصبحت ثابتة كعنوان لعمليات رجال الجيش العربي السوري تحقق خلالها وحداته تقدما على كافة المحاور متصدية لهجمات الإرهابيين. ففي حلب تكبدت التنظيمات الإرهابية خسائر كبيرة، خاصة في الريف الغربي والجنوبي، حيث شهدت المنطقة عمليات مكثفة ضد الإرهابيين. ضربات مركزة وخاطفة كانت كفيلة بإحكام التوقيع على مناطق تحصينات إرهابي جيش الفتح. وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة والحلفاء نفذت خلال الساعات القليلة الماضية عمليات نوعية في ريف حلب الغربي، أسفرت عن أحكام سيطرتها على تلة الرخم غرب الكليات العسكرية. ضربات سلاح الجو في ريف حلب الغربي والجنوبي على تجمعات وتحصينات الإرهابيين أوقعت العديد منهم قتلى، أغلبهم من تنظيم جبهة النصرة وأحرار شركة نور الدين الزنكي الإرهابية. قرية عقرب في ريف حمص شهدت ضربات مركزة من سلاح الجو أوقعت العشرات من الإرهابيين بين قتلى ومصابين. عملية واسعة أيضا كانت شهدتها المنطقة الوسطى، أفشلت كل مخططات العدوان في ريف حماة، حيث تصدت وحدات لهجوم كبير من قبل مجموعات إرهابية على بعض النقاط العسكرية المحيطة ببلدة محردة، استعادت السيطرة على نقطة أبو عبيدة وشلاويط وقضت على عدد كبير من الإرهابيين.
ومباشرة نبقى في حلب آخر التطورات. معنا من هناك مباشرة وليد هنايا مراسل الإخبارية السورية. وليد مساء الخير وآخر التطورات لو سمحت. نعم، تحية لك رانيا. التطورات هي اليوم بدأت من المحور الغربي من مدينة حلب، والجيش العربي السوري كبد الإرهابيين خسائر كبيرة بعدما سحق تجمعاتهم ومعاقلهم بالتحديد رانيا، والسيطرة على تلة الرخم، هذه التلة التي أتت بأهمية استراتيجية كبيرة وقطعت امداد المسلحين باتجاه مشروع 1070 شقة بنسبة 70%، بالإضافة إلى السيطرة النارية على كامل المشروع، مشروع 1070 شقة غربي مدينة حلب. وهنا نتحدث بأن العمليات هي أتت عبر حرب التلال، سيطرت من خلالها في وقت سابق قوات الجيش العربي السوري على تل بازو وصولا إلى كتيبة الدفاع الجوي، والآن كان صباح اليوم عمليات باتجاه تلة الرخم، ومن ثم العمليات تجري الآن باتجاه تلة مؤتة. الجيش العربي السوري عندما وسع نطاق سيطرته عبر هذا المحور أتى أيضا من محور آخر باتجاه جمعية الرواد من الغرب لمدينة حلب باتجاه معاقل الإرهابيين وتضييق الخناق عليهم بالتحديد داخل مشروع 1070 شقة الذي يمتد أو يمد المجموعات الإرهابية المسلحة من خلال مدرسة الحكمة وأيضا الراشدين ووصولا إلى سوق الجبس. هذا المحور أيضا بات مرصود ناريا من قبل أبطال الجيش العربي السوري. العمليات عندما بدأتها الجيش عبر النقاط الجنوبية والجنوبية الغربية من مدينة حلب، الغاية منها إكمال طوق النصر لا سيما باتجاه طول المحور الممتد من الغرب أي من منيان وصولا إلى ضاحية الأسد، ومن ثم وصولا إلى مشروع 1070 شقة، وأيضا امتدادا إلى ما بعد هذا المحور باتجاه جمعية الزهرة، وأيضا المحور الوصل من الغرب باتجاه الغرب الشمال أي وصولا إلى ظهرة عبد ربه. الجيش العربي السوري يعمل من الشمال ويعمل من الغرب بعمليات تأتي بكل قوة باستهداف معقل الإرهابيين عبر كافة الوسائط النارية المتجهة باتجاه ذلك المحور، وأيضا بالعودة إلى مشروع 1070 شقة، هذا المشروع الذي بات ساقط ناريا بالحكم العسكري رانيا. نتحدث بأن العمليات أتت أيضا باتجاه هذا المشروع من قبل قوات الجيش، قوات النخبة المتواجدة على مشارف منطقة الحمدانية باتجاه هذا المشروع. واليوم كان هنالك سيطرة على عدد من كتل الأبنية، أبنية العظم في هذا المشروع، وبحسب القائد العسكري المتواجد على ذلك المحور بأن خلال ربما أيام قليلة قادمة ويتم تطهير مشروع 1070 شقة بشكل كامل، كون الجيش العربي السوري أطبق الحصار عليهم عبر السيطرة على تلة الرخم. إذن أهمية استراتيجية كبيرة تأتي بالتزامن أيضا مع استهداف النقاط الخلفية للإرهابيين وأمدادهم القادم من ريف إدلب الشمالي باتجاه ريف حلب الغربي، وامتدادا أيضا بطربات مركزة على طول هذا المحور على بحوث العلمية ونقاط الراشدين بفئاتها الخمسة، وأيضا منطقة خان العسل. وهنا نتحدث عن عشرات القتلى في صفوف عناصر وإرهابيين جيش الفتح، وأيضا الجيش العربي السوري واجه فصيل جديد هو الإيغور التركستاني داخل مشروع 1070 شقة، وأيضا هنالك عدد كبير من القتلى في صفوفهم. بالانتقال إلى المحور الآخر الذي بات حديث الشارع رانيا وهو مدينة الباب، هذه المدينة يعمل عليها الجيش العربي السوري من المحور الشمالي الشرقي، بدايتها كانت مدرسة المشاة، وامتدادا إلى عدد من القرى، ومن هذه القرى تل الشعير، تل استراتيجي، سيطرة ناريا على عدد من القرى. ونتحدث أيضا رانيا بأن هنالك عدد كبير من القرى تم السيطرة عليها خلال الأيام القليلة الماضية، ولكن شح المعلومات هي متواجدة من ذلك المحور. الجيش يسعى بالوصول إلى مدينة الباب التي بدأت تبعد حوالي 10 كيلومتر، ويفصل مدينة الباب عن قوات الجيش حوالي قريتين فقط عن ذلك المحور. أيضا المحور الآخر محيط الكلية الجوية شرقي مدينة حلب باتجاه مدينة الباب، الجيش العربي السوري واجه عناصر تنظيم داعش الإرهابي بكل قوة ويتقدم. وهنا نتحدث عن عمليات تأتي متسارعة باتجاه مدينة الباب التي تمتاز بأهمية استراتيجية كبيرة، ما أن يصل الجيش العربي السوري عليها يؤمن كافة المحور الشرقي لمدينة حلب وتستعيد المنشآت الحيوية صناعتها ولربما حيويتها من جديد عبر الوصول إليها. ونتحدث عن نقطة أهم من ذلك، توسيع نطاق السيطرة لمدينة حلب عبر الشرق، وأيضا على أهم من ذلك رانيا هو قطع امداد تنظيم داعش الإرهابي المتواجد في ريف حماة كل من قرى العقيدة.
قيربات وغيرها من القرى الأخرى في ريف حماة الشمالي. إذن مدينة هي تربط تركيا بمدينة الرقة وتربط عدد من القرى الأخرى، أهمية كبيرة لهذه المدينة، والأهم من ذلك أيضا تتخذ هي هذه المدينة كنقطة للجيش العربي السوري للهجوم باتجاه مدينة الرقة. إذن الجيش يعمل على طول المحاور بكل قوة ويكبد الإرهابيين أعداد كبيرة من القتلى والجرحى، وأيضا يعني لن تتوقع قوات الجيش بالعودة إلى المحور الغربي فقط رانيا عند السيطرة على تل الرخم والتقدم باتجاه تلة موتا، لا، العمليات هي مستمرة والطلقة الأخيرة هي سوف تكون سيدة الموقف في هذا المحور رانيا. طيب لو سمحت وليد، عندما نتحدث عن نقطة الباب، نقطة جدا استراتيجية كما تحدثت، لكن لا نستطيع أن نعتبر بأن المعركة هي فقط بين الجيش السوري وحلفائه مع التنظيمات الإرهابية، هناك أيضا فصائل أخرى تحاول أن تصل إلى منطقة الباب، أتحدث عن وحدات الحماية الكردية، أيضا أتحدث عن الفصائل التركية التي تحاول أيضا الوصول إلى هذه النقطة، نتحدث عن أهمية العمليات العسكرية وكيف سيتم التعاطي عسكريا مع هذه النقطة، نتحدث عن ثلاثة تنظيمات تحاول أن تسيطر على الباب، الوحدات الحماية الكردية، الفصائل التركية أيضا التي دخلت باعتداء واضح ومباشر على الأراضي السورية، وأيضا الفصائل الإرهابية المتواجدة هنا، كيف سيتم التعاطي من قبل الجيش العربي السوري وحلفائه مع هذه النقطة؟ نعم رانيا، بطبيعة الحال الجيش العربي السوري عندما انطلق بحملة عسكرية فإنه اتبع الحسم باتجاه مدينة الباب، أي كافة الفصائل المسلحة سواء كان درع الفرات المدعوم تركيا من الجانب التركي، أو إن كان أيضا قوات سوريا الديمقراطية الكراد وغيرها من الفصائل المدعومة من التحالف الأمريكي واشنطن أو غيرها، الجيش العربي السوري عندما انطلق باتجاه مدينة الباب فتح محورين، المحور الأول الشمال الشرق ويتجه أيضا إلى قرى مقاربة هي وتتواجد فيها ما يسمى درع الفرات الذي يستخدم إلى تلك القرى ويحارب عناصر تنظيم داعش الإرهابي يعني بدعم تركي، أيضا الجيش سيواجه هذه الفصائل. يعني عندما نتكلم عن حملة عسكرية ليس فقط ضد التنظيمات، نعم، كل من يعيق تقدم الجيش العربي السوري على طول المحور الذي يعمل عليه سوف يلقى حتفي، سواء كان على صعيد جنوب الغرب من حلب أو الشمال الشرق أو باتجاه الشرق، كل من يعيق تقدم الجيش سوف يلقى حتفه، والجيش يتقدم ويحرز تقدم كبير ومساحات شاسعة أحرزتها قوات النخبة في الجيش العربي السوري لا سيما على محور شمال الشرق من مدينة حلب خلال الأيام القليلة الماضية، ونتحدث عن قرية الجبيلة، هذه القرية التي كانت تتواجد فيها في وقت سابق عناصر تابعة لقوات سوريا الديمقراطية ومن ثم استعادها عناصر التنظيم، والآن الجيش العربي السوري تواجد ليحررها وليصل مباشرة إلى مدينة الباب. مدينة الباب أيضا نعم. تربط ثلاث بلدات محيطها منها تادف وغيرها من القرى لها أهمية استراتيجية. إذن الجيش يعمل ويقوم بطرد كل من يعيق تقدمه سواء كان على كافة المحاور رانيا. طيب لو سمحت وليد، عندما نتحدث عن هذه النقطة معناها نتحدث عن معارك جدا ضارية وشرسة ستشهد الأيام القادمة على هذه النقطة تحديدا، لو سمحت أسأل عن واقع أيضا المدنيين في حلب جراء الاستهداف المستمر من التنظيمات الإرهابية، يعني الآن هناك أخبار تتحدث عن سقوط 5 شهداء في منطقة صلاح الدين نتيجة استهدافها من قبل التنظيمات الإرهابية، آخر هذه التطورات في هذه النقطة تحديدا لو سمحت. صحيح رانيا، كل ما يحرز الجيش العربي السوري تقدما وهذا التقدم له أهمية كبيرة، تقوم تلك العصابات الإرهابية بتصعيدها الإرهابي المستمر، وهذا السيناريو الذي بات معروفا لكل مدنيين هذه المدينة الصامدة، تصعيد إرهابي كبير. اليوم استهدف منطقة الحمدانية صباح اليوم، قبل لحظات كانت لمنطقة صلاح الدين بآخر شارع 15 بتساقط لعدد من القذائف الصاروخية، هنالك شهداء وجرحى كما ذكرت، الحصيلة وصلت إلى 5 شهداء، لربما تزداد هذه الحصيلة نتيجة التساقط المستمر الذي يأتي من قبل الإرهابيين المتواجدين في الجهة الغربية لمدينة حلب، أي في البحوث العلمية وامتدادا إلى مناطق الراشدين. هنالك ليس فقط صواريخ، نتحدث عن قذائف هاون رانيا، نتحدث أيضا عن صواريخ بعيدة المدى. في الفترة الأخيرة استخدمت تلك الفصائل الإرهابية المسلحة الراجمات باستهداف المناطق الآمنة بصواريخ جراد، هذه الصواريخ جميعنا نعلم بأنها تمتاز بدمار شامل، وهنالك أيضا كان حصيلة من الشهداء في وقت سابق ومجازر هي ارتكبت في حق المدنيين. اليوم هذا التصعيد يمارس هذا الإرهاب من جديد، والجيش العربي السوري اليوم عندما وصوله إلى تلة الرخم أصبح بإمكانه أن يشرف ناريا على معاقل الإرهابيين
وبكافة الوسائط النارية ناهيك عن سلاح الجو الذي يستهدف مرارا وتكرارا مرابط الإرهابيين، مرابط الهون وغيرها من الراجمات التي تقوم بإرسال هذه القذائف، قذائف الحقد أو غيرها من الصواريخ المدمرة. رانيا، على العموم أهالي حلب وشارع الحلبي اعتاد على هذا التصعيد الذي يأتي من قبل الإرهابيين، هم صامدون وهم يثبتون ذلك عبر لقاءاتنا معهم ويذكرون مرارا وتكرارا بأن كل ذلك لن يثني من عزيمة أبناء هذه المدينة الصامدة، لأن هذا الإجرام مورس على مدينة حلب على 4 أعوام لربما 5 أعوام ماضية وحتى اللحظات يمارس، ولكن دائما عندهم الثقة الكبيرة بأن الجيش العربي السوري فتح المحور الغربي والعمليات العسكرية باتجاهه فسوف يصل إلى معاقل الإرهابيين ويقوم بتأمين كافة الجبهات الغربية أو الأجزاء الغربية من مدينة حلب. أشكرك وليد هنايا مراسل الإخبارية السورية، كنت معنا مباشرة عبر الأقمار الصناعية من حلب مباشرة. ونبقى في الشأن الميداني، حيث عثر الجيش العربي السوري على مصنع أسلحة وذخائر وصواريخ ومستودعات للأسلحة والذخائر للتنظيمات الإرهابية في حارة البويضة بخان الشيح في ريف دمشق الجنوبي الغربي بعد سيطرته عليها. وحدات الجيش عثرت أيضا على في المكان نفسه على أسلحة وذخائر إسرائيلية الصنع وأخرى أمريكية. عمليات عسكرية واسعة النطاق تكشف المزيد من حقائق الدعم الأمريكي والإسرائيلي للتنظيمات الإرهابية. سيناريو بات مكشوفاً يوثق وجود أسلحة أمريكية وإسرائيلية الصنع داخل أحد معامل تصنيع الأسلحة في خان الشيح بريف دمشق. الجيش العربي السوري وبعد تقدمه في منطقة البويضة عثر على كم هائل من الأسلحة والذخائر إسرائيلية الصنع وأخرى أمريكية. وفي دير الزور مراسل الإخبارية السورية يرصد عمليات الجيش في الخطوط الأمامية بمواجهة تنظيم داعش الإرهابي. طبعا نحن الآن متواجدين في النقطة الأخيرة لرجال الجيش العربي السوري خلف هذه الدشم تماما، هي مواقع تنظيم داعش الإرهابي. هنا يعتبر خط الدفاع الأول عن مدينة دير الزور في هذه النقطة الاستراتيجية التي تشرف على عمق مواقع تنظيم داعش الإرهابي. هذا الموقع يتحصن داخل عناصر تنظيم داعش الإرهابي، نلاحظ التحصينات لدى عناصر تنظيم داعش الإرهابي من هنا، من هذه النقطة يتم استهداف مواقع تنظيم داعش الإرهابي وإيقاع الخسائر في صفوف التنظيم المعادي. طبعا هذه الأبنية تعود لعناصر تنظيم داعش الإرهابي، من هنا يحاول عناصر التنظيم التسلل إلى هذه النقطة الاستراتيجية الموجودة فيها الآن كاميرا الإخبارية السورية. أيضا عدسة كاميرا الإخبارية الآن ترصد قرية البغيلية، هذه القرية التي عناصر تنظيم داعش الإرهابي، هنا يتواجد أعداد لعناصر تنظيم، ومن هنا أيضا يتم التقدم لنقاط الجيش العربي السوري ومهاجمة نقاط الجيش، ولكن رجال الجيش العربي السوري وعلى مدار الساعة يشتبكون مع عناصر التنظيم وموقعين في صفوفهم خسائر كبيرة بالأرواح والعتاد. أهمية المنطقة فعلا تعتبر بوابة لمدينة دير الزور، وفي خطورة في خطورة على المدينة في حال تم التسلل من هاي المنطقة باتجاه المدينة. عناصرنا الحمد لله جاهزين وعلى مدار الساعة، معنوياتنا كثير عالية وجاهزين لأي تصدي أي هجوم من هجومات داعش الإرهابي من تسللات أو من مفخخات ومن عربات مفخخة متوجهة نحونا للدخول لمدينة دير الزور. من تلة الرواد في الشمال الشرقي لمدينة دير الزور للإخبارية السورية أحمد الحمدوش.
وحول آخر التطورات أرحب بضيوفي في ملفات استوديو الحدث لهذا اليوم. في الاستوديو سمير أبو صالح الكاتب والباحث السياسي، حياك الله أستاذ سمير. حياك الله. أهلا ومرحبا بك، ولاحقا عبر خدمة السكايب من برلين الأستاذ أكثم سليمان الكاتب والإعلامي سيكون معنا بعد قليل. أبدأ معك مباشرة دكتور سمير، عندما نتحدث عن واقع الشأن الميداني وما يجري تبقى حلب في عين الحدث حتى هذه اللحظة، إلى أين ستسير الأمور؟ أتحدث سياسيا وأقصد عسكريا أيضا في المرحلة القادمة. يعني بداية نترحم على أرواح الشهداء ونتوجه بتحية الفخار والإكبار لقواتنا المسلحة والقوات الرديفة في معاركها ضد هذا الإرهاب الذي يبدو أنه مصر على إتمام رسالته المكلف بها من واشنطن وحلفاء واشنطن في هذه المنطقة. لأقول نعم، أن واضح تماما وفقا لما أفاد به مراسلوكم في الجبهات المختلفة، واضح تماما أن قضية الحسم العسكري، خيار الحسم العسكري، إضافة ومترافقا أيضا مع قرار الحل السياسي، هما الغالبان أو المميزان أكثر في الساحة السورية الآن. إذ أقول هذا الكلام لأنني على علم أكيد كما يعلم الأخوة المشاهدون أن الجهود الخيرة المبذولة من أجل حلول إيجاد حلول والتصالحات في الميادين المختلفة هي مستمرة، إلى جانب كل تلك الانتصارات وكل تلك الإنجازات التي يقوم بها جنودنا في جبهات القتال المختلفة. نعم، حلب الآن هي النقطة الأهم، حلب الآن هي مركز هذا الصراع إن صح التعبير، حلب الآن هي يبدو البدء في الانفراج الكبير الذي انتظره كثيرا المواطن السوري بالرغم من كل ما عانى منه ومن كل ما دفعه تضحية وفداء وقربانا لهذا الوطن. واضح تماما في الميدان أن الجيش العربي السوري يحقق الانتصار تلو الانتصار ليكمل الطوق كما أفاد مراسلكم من منطقة حلب، ليكمل الطوق على هؤلاء المسلحين المخربين المتحصنين في المنطقة الشرقية من مدينة حلب الخالدة، وبذلك يحاولون أن يأخذوا كل مواطني هذه المنطقة وهم بمئات الآلاف، يأخذونهم دروعا في عملياتهم وفي تخريبهم ضد الدولة وضد الشعب وضد الجيش. وبالتالي تحدث عن مسار معركة وعن مصير منطقة كاملة تتحدد عليها أولوية ونتائج الحرب التي تعيشها سوريا. بأي إطار نستطيع أن نفهم بأن المرحلة القادمة في حلب هي مرحلة حسم وتسويات أم أنها مرحلة صدام كبير نتحدث يعني بين الدول العظمى ودول إقليمية؟ إذا ما استعرضنا كل المناسبات التي وفرتها السياسة السورية الحكيمة بالتعاون طبعا والتنسيق مع السياسة الروسية، وبعد فشل كل المحاولات لإحداث خروقات معينة أقله لتجنيب المواطنين عملية الاقتتال وعملية الدفع هذا الإرهاب باتجاه الأمام، كان واضحا تماما أن هناك رفضا مبدئيا وكاملا وقرارا في هذا الموضوع تتبناه الولايات المتحدة الأمريكية وينفذها عملائها في هذه المنطقة. إزاء هذا الرفض كان لابد من الخيار الآخر وهو خيار الحسم العسكري، وهذا ما يؤكد نعم أن المرحلة المقبلة متجهة نحو تصعيد عسكري وليس نحو حلول نتمنى أن تكون، ولكن يبدو أن القرار قد طيب نحو تصعيد عسكري، على الرغم من أن روسيا حتى هذه اللحظة تقول بأنها لم تقم بأي استطلاعات أو تحركات أو عمليات عسكرية جوية حتى هذه اللحظة. هذا الصمت الذي يأتي بطبيعة الحال، ما ردوده؟ إلى ماذا تهدف روسيا في المرحلة القادمة من خلال أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد تحرك واضح؟ أنا لا أعتقد بأن الروسي صامت في هذا الموضوع. الروسي يحارب الآن في 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 مسارح السياسة العالمية، يوما بعد يوم نسمع ونشاهد ونرى كيف أن الدبلوماسية الروسية المحنكة تستمر في محاولة، لا أقول استجداء بل أقول استرضاء للموقف الأمريكي وربما الآخر، بهدف التوصل إلى حلول من شأنها أن تحقن الدماء ما أمكن حتى هذه اللحظة. إذن الجانب الروسي لا أعتقد بأنه ينتظر مفاجآت إيجابية من الطرف الأمريكي، ولكنه يحاول في أدائه السياسي عالي المستوى هذا يحاول أن يقول للعالم بأننا لم نبقي أسلوبا إلا واتبعناه، لم
يكن هناك نهجا منطقيا يعتمد القرار الدولي والشرع الدولية إلا واتبعناه، ولكن طيب. للأسف الشديد أن الطرف الأمريكي واضح أنه مصر على التوغل أكثر لاتجاه حرب قادمة. طيب. بكل الأحوال نتحدث سياسيا على محورين، المحور الأول له علاقة في واقع ما يجري في إيران الآن، والمحور الآخر مصريا روسيا. بطبيعة الحال استقبل رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني اليوم في طهران نائب وزير الخارجية والمغتربين دكتور فيصل المقداد في طهران، وجرى بين هذا اللقاء مجموعة من التفاصيل التي أدت إلى تأكيد القيادة الإيرانية دعمها السياسي والاقتصادي والعسكري لسوريا حتى دحر الإرهاب بشكل كامل. كما بحث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والمقداد آفاق التعاون الاستراتيجي وآخر التطورات في سوريا. طبعا المقداد أكد بعد اللقاء أن سوريا لن تقدم أي تنازلات في إطار محاربة الإرهاب، وهي عاقدة العزم على مواصلة حربها حتى تطهير كل أرضها من دنسه. المقداد أشار إلى أن الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري في حلب وكل سوريا، وقال إن القوى المعادية عبأت كل طاقاتها لضرب سوريا خدمة للكيان الصهيوني. هذه القوى التي لا تريد الخير لسوريا وأصبحت تفضل التعاون مع إسرائيل ضد دول المنطقة. سياسيا أيضا بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره المصري سامح شكري الوضع في سوريا، والمتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف يقول إن التهدئة الإنسانية في سوريا لها أطر زمنية، لكن نظام وقف العمليات الجوية الروسية ما زال مستمرا. من الأنسب الاستمرار بوقف العملية الجوية الروسية في حلب إذا لم يلجأ المسلحون إلى الهجوم، موقف مشروط أطلقه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، موقف هدفه الظاهر الاستمرار بوقف الطلعات الجوية الروسية، لكن دوافعه كما يبدو حث من تسميهم موسكو مسلحين على وقف اعتداءاتهم. المتحدث باسم الكرملين أكد في الإطار ذاته أن التهدئة الإنسانية في سوريا لها أطر زمنية، لكن نظام وقف العمليات الجوية الروسية ما زال مستمراً. بدوره بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره المصري سبل حل الأزمة في سوريا. يأتي هذا فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن اتهامات منظمة Human Rights Watch لروسيا بقصف مدرسة بمحافظة إدلب السورية ليست إلا تضليلاً إعلامياً جديداً، حيث وصف المتحدث الرسمي باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف اتهامات المنظمة الدولية لروسيا باقترافها ما ادعته جريمة حرب بقصف مدرسة بمحافظة إدلب وتقديمها أدلة جديدة، وهي باعتمادها على بعض المكالمات الهاتفية لسبعة مصابين بأنه تضليل إعلامي جديد. كوناشينكوف أعاد إلى أذهان من يسمونهم بالمدافعين عن حقوق الإنسان من Human Rights Watch بأن محافظة إدلب بما في ذلك بلدة حاس تخضع منذ أكثر من عام لسيطرة إرهابي تنظيم جبهة النصرة، مستنتجا أن الحديث عن مواصلة عمل المدارس المبنية من قبل الحكومة السورية في الأراضي الخاضعة لسيطرة الفرع السوري لتنظيم القاعدة لا يمكن أن يقوله سوى كاذب أو مجنون. طيب أرحب مباشرة بضيفي عبر خدمة السكايب من برلين الأستاذ أكثم سليمان الكاتب والإعلامي. أستاذ أكثم أهلا ومرحبا بك. تحياتي لك رانيا ولضيفك الكريم وللسادة المشاهدين. أهلا ومرحبا بك من جديد. يعني أتحدث بشكل واضح ومباشر بما يخص موضوع ما يجري في سوريا، صمت واضح حتى هذه اللحظة في عواصم القرار. أتحدث سوريا روسيا وأيضا أمريكيا حول ما جرى بحلب بعد المهلة التي منحت التنظيمات الإرهابية في حلب الشرقية، ما توضيحك حول هذه النقطة تحديدا لو سمحت؟ أعتقد أني ذكرت الموضوع بشكل صحيح. الصمت الانتخابي هو من ولنقل شعائر الحملات الانتخابية الكبرى، ومنها الحملة في الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. كان هناك اتهامات للجانبين الروسي والسوري بأنهما سيستغلان هذين اليومين وسيقومان وسيفعلان يفعلان ما لم يفعل من وراء ظهر العالم. يسخر فعليا الرئيس بوتين من كل هذه النظريات الزقاقية بين صوتين أو بين قوسين بالأحرى، ويتعامل بشكل عادي
مع الموقف، موقف في حلب معروف، ليس هناك حل سريع، ليس هناك هدنة أبدية، ليس هناك معركة أبدية. كل ما هنالك أنها جزء من معركة أكبر، وأن الفترة الحالية هي فترة تهدئة على الأقل إعلاميا وسياسيا، وإن لم تكن كذلك عسكريا على الساحة. طيب، وعليه نستطيع أن نعتبر بأن روسيا هي تحاول من خلال هذا التحرك إعطاء حسن نوايا تجاه الأمريكي على الأقل بأنها لن تقدم على استغلال هذه الفرصة، لكن هذه ليست المرة الأولى بطبيعة الحال التي تثبت فيها روسيا حسن نواياها فيما يجري في سوريا تحديدا. ما الحاجة إلى هذه النقطة تحديدا لتثبت للإدارة الأمريكية القادمة بأنها جادة ولديها حسن نية أساسا بالتعامل دوليا وأقليميا مع موضوع ملف الحرب على سوريا؟ سؤالك مهم جدا رانيا. الموضوع له جانبان. الذي يعتقد كان أن روسيا ستستغل هذه الهدنة أو هذه الأيام أو هذه الفترة الانتخابية في الولايات المتحدة الأمريكية ينسى أن بعد الانتخابات ما وراءها. الموضوع ليس كما ذكرت موضوع مشاجرة في شارع، الموضوع هو نفوذ عالمي، هو تقاسم، هو مراعاة مصالح متبادلة لا ينفع فيها استغلال الفرص الصغيرة، يعني تماما كلاعبي القمار الكبار لا يلعبون على المبالغ التافهة كما خمن البعض ربما في الفترة الماضية. نعم، حسن النية مطلوب، لكن حسن النية مع القوة، بمعنى استمرار الرغبة في التعامل مع الجانبين أو مع الجانب الأمريكي وجوانب أخرى دولية، لكن هذا ليس من موقع الضعف وإنما من موقع القوة. إذن لا تغيير، هناك رغبة روسية، كان هناك رغبة روسية، ستبقى هناك رغبة روسية في التعاون في الشأنين السوري والشأن الدولي أيضا، هذا أمر حقيقي. طيب، لو سمحت لي دكتور سليم، عندما نتحدث عن نقطة جدا هامة لها علاقة بواقع العلاقات الإيرانية السورية، دكتور فيصل المقداد يتحرك إلى إيران ويجتمع مع وزير الخارجية الإيراني، لكن هذا الاجتماع تبريره في هذا التوقيت تحديدا، خاصة أنه لم يمضي زمن طويل على الاجتماع الثلاثي بين كل من الروسي والإيراني والسوري. ما من شك أنه لولا وجود حاجة وحاجة ماسة في هذه الظروف العصيبة لمثل هذا التواصل لما كان حصل اللقاء، ولكني أقول هنا أن هذا التنسيق على مستوى محور المقاومة لم ينقطع إزاء تطور هنا أو تطور هناك. المحور المقاومة لديه استراتيجية، هو يمشي يسير باتجاه هذه الاستراتيجية وفقا لاستراتيجية الميدان. استراتيجية الميدان الآن هناك تصعيد، وتصعيد قادم على ما يبدو سيكون تصعيدا نوعيا. من هنا كل الدول لها الحق في أن تحسب حساباتها وفقا لمصالحها. الجانب الإيراني حتى اللحظة لم يقصر في دعمه للجمهورية العربية السورية في إطار محور المقاومة، وعليه لابد من استمرار هذا التشاور وفقا للمعطيات الموجودة حاليا والمرتقبة أيضا في المستقبل القريب. الجانب الإيراني من ناحيته بلسان وزير الخارجية ظريف أكد في أكثر من لقاء في الفترة الأخيرة بأن إيران على موقفها صامدة مستمرة، تدعم محور المقاومة، تدعم الجمهورية العربية السورية في قتالها وصراعها ومقاتلتها لهذا الإرهاب في الجغرافيا السورية، وهي تعمل ذلك في إطار ما سميته قبل قليل وما أشرت إليه، المحور المتكامل وليس المجزأ. المحور المجزأ موضوع آخر تماما. هنا يأتي أيضا تأتي ماذا تقصد بالمحور المجزأ؟ المحور المجزأ هناك وكالات الأنباء الغربية بالتحديد أشارت في أكثر من موقع في 24 ساعة المنصرمة أن هناك اختلافا ربما في وجهات النظر ما بين سوريا وإيران وبين سوريا وبعض حلفائها في هذه المنطقة. هذه الزيارة التي قام بها الأستاذ المقداد الآن تؤكد عكس ذلك تماما، وتؤكد أن التطورات تسير في الاتجاه الإيجابي أكثر مما كانت عليه سابقا. طيب، أيضا أسمع رأيك أستاذ أكثم سليمان، عندما نتحدث في هذه النقطة نتحدث عن رسائل كثيرة تحاول الأطراف كل من الطرفين السوري والإيراني إرسالها إلى محاور عدة. أن يلتقي اليوم نائب وزير الخارجية مع الإيراني من جديد بعد جولة لم تكن بعيدة أساسا ولقاء لم يكن بعيد جدا بين كل من وزراء خارجية الدول الثلاثة، إيران روسيا وسوريا. إعلان رسمي عن استمرار التنسيق، إعلان رسمي عن استمرار هذه الجبهة كما ذكر ضيفك الكريم. الموضوع أحيانا يكون إعلاميا، الموضوع أحيانا يكون رمزيا،
لكن بالتأكيد ليس الموضوع الآن التخطيط لمعركة بذاتها أو أمور ميدانية مباشرة، وإنما أحيانا يكون هناك رد على تسريبات إعلامية أو محاولات إعلامية، وأحيانا يكون هناك رغبة ربما في إرسال رسائل إلى من يهمه الأمر. يعني ليس بالضرورة أن تتوضح الرسالة لكل من يشاهد الصورة، لكن من يذهب إلى مكان من وفي أي توقيت ولماذا أحيانا يحمل أكثر من رسالة. لكن للعودة إلى الموضوع الرئيسي، يعني ذكر ضيفك الكريم موضوع المحور المجزأ أو غير ذلك، في نهاية المطاف الموضوع موضوع فعلا قدري في شكل من أشكاله. يعني لا تجلس القيادة الإيرانية في طهران وتفكر كل صباح مع القهوة هل نستمر في دعم الجانب السوري نعم أم لا، ولا تجلس القيادة السورية أيضا مع القهوة للتفكير في الاستمرار في محور المقاومة أو لا، ولا يجلس بوتين بالتأكيد مع القهوة ولا غير القهوة كي يفكر كل صباح كيف سيتصرف في منطقة الشرق الأوسط. هذه القضايا وراءها معادلات معقدة تحتم على الأطراف المعنية السير في اتجاهات معينة إلا إذا رغبت في القفز على وفوق مصالحها، وهذا الأمر غير مطروح حاليا لا بالنسبة لروسيا ولا بالنسبة إلى إيران ولا بالنسبة إلى سوريا. طيب. يعني الطرف الآخر أصلا لم يترك شيئا في الجانب الآخر لمحاولة الحصول عليه أصلا. طيب لو سمحت، إذا أردنا أن نتحدث أيضا مصريا روسيا، هذه المحاولات اليوم في الظهور برسائل جديدة للمجتمع الدولي، أتحدث إقليميا وأتحدث دوليا لو سمحت أستاذ أكثم، ما الذي يريده كل من الروسي والمصري في هذا التوقيت؟ أي رسالة يريد أن يرسلها في هذا التوقيت؟ الروس ومنذ مجيء الحكومة المصرية الحالية إلى الحكم في صيف 2013 انفتحوا عليها بقوة لافتة الحقيقة، على عكس الجانب الغربي الذي كان موقفه مستغربا، هل هو مع ما جرى، هل هو ضد ما جرى، هل هو حزين على الإخوان المسلمين، لا هو سعيد بالخلاص منهم. كان هناك ذبذبة في الموقف الغربي وكان هناك وضوح في الموقف الروسي، لكن الجانب المصري شاء في الأشهر التي تلت أن يكون متوازنا في علاقاته الدولية مع الغرب، مع الخليج، مع سوريا، مع إيران، مع جوانب مختلفة، وعندما بدأ له أن هذا التوازن يبدو أنه سيكون صعب الحفاظ عليه على المدى البعيد، الرقص في كل عرس كما يقال أو في كل حفلة، بدأ يختار توجهات أكثر وضوحا، منها اعتماد أكبر على روسيا، اقتراب أكثر من إيران، انفتاح أكثر صراحة، أكثر علانية، وليس أكثر زخما بالمناسبة، لكن أكثر علانية على سوريا. في نفس الوقت كان هناك تراجع في تحالفاته الخليجية تحديدا السعودية. هل هذا يعني قفزة نهائية؟ ليس بالضرورة، من حق الحكومة في مصر، الدولة المصرية، أن تلعب بالخيوط التي تمسك بها في يدها، ومن حق الأطراف الإقليميين والدوليين أن يستفيدوا من هذا. سوريا استفادت من هذا، روسيا استفادت من هذا، وهناك آخرون. لو سمحت دكتور سمير، عندما نتحدث عن واقع ما تقوم به مصر تجاه الحلف السوري الإيراني الروسي، هل من مصلحة مصر في هذا التوقيت أن تخسر المملكة العربية السعودية وهي في هذا الضيق الاقتصادي الكبير؟ بصراحة إذا ما استعرضنا العلاقات المصرية بمرحلة السيسي حتى اللحظة، نلاحظ تماما أن هناك خطا مستمرا لجهة الاحتواء الخلافات من جانب، ومن جانب آخر فتح طرق جديدة أو أساليب جديدة باتجاه الدول الأخرى لم تكن مصر على علاقة معها، على الأقل في ظل الأزمة القائمة حاليا في هذه المنطقة. أما وجاءت الضربة بين قوسين من السعودية اتجاه مصر، فلا شك بأن هناك انزياحا مصريا، ربما ليس فقط على خلفية السوء في العلاقات الحاصل مؤخرا ومحاولة السعودية الضغط في قطع البترول وإلى ما هنالك، ولكني أساسا ثبتت، يعني تم تثبيت ذلك أن أرامكو الآن توقفت عن ضخ النفط باتجاه مصر. نعم. لذلك يعني أعتقد بأن الإخوة في مصر الآن يفكرون بأسلوب آخر في إطار في إطارين متوازيين، التحالفات الإقليمية والتحالفات الدولية. نعم. هذا بالتأكيد لا يعني بأن مصر ستنزاح 100% إلى جانب طرف المقاومة. مصر لها أسبابها دائما تقول. ما هي أسبابها؟ من ضمن هذه الأسباب أن الوضع الاقتصادي المنهار في مصر، وأسباب أخرى ارتباطاتها مع الحلفاء الحادي حتى هذه اللحظة، أقلها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وبعض الدول الأخرى. ولكن يبدو أن الشعب المصري الآن بدأ يقول كلمته، وبدأت القيادة المصرية تستجيب لبعض هذه الكلمات. نعم. في أقل، طبعا هنا أنا لا أسجل أن هناك انزياحا نوعيا، ولكني أقول هناك تقاربا، هذا التقارب ترجم في زيارة اللواء علي مملوك مؤخرا، والموافقة المصرية على إبراز
هذه الزيارة إلى العلن عبر وسائل الإعلام، هذا بحد ذاته يدلل بشكل واضح على أن مصر في طريقها لتطوير علاقات إقليمية نوعية بخلاف ما كانت عليه حتى اللحظة مع دول الخليجية ومع السعودية. طيب لو سمحت لي يا أستاذ أكثم، 6 سنوات من الحرب على سوريا ومصر كانت على الحياد، أول موقف واضح وعلني كان لمصر بالتصويت على القرارين الروسي وأيضا الفرنسي، كان واضح موقف مصر في هذه الجلسة، تلاها مجموعة من التشاذبات وتراشق الاتهامات وألفاظ نابية، وصلت حتى الألفاظ النابية بين كل من المصري والسعودي في مرحلة ما، وصولا إلى الإعلان الصريح عن قطع رامكو تم إمداداتها بالبترول إلى مصر. يعني هذا الخلاف العلني إلى هذه الدرجة بين كل من السوري وعفوا بين كل من المصري والسعودي، ما نتائجه في المرحلة القادمة على مصر، وكيف سينعكس أساسا على واقع العلاقات السورية المصرية؟ هل ستسمح السعودية بتقارب من هذا النوع؟ اسمحي لي رانيا أختلف معك مع بداية سؤالك، ذكرت أن الموقف المصري عبر 6 سنوات، لا اختلف كثيرا. الموقف المصري بين العام 2011 وكانت مصر نفسها في حالة انتظار وعدم وضوح وبحث، وفي نهاية ذلك العام جرت الانتخابات أو بداية العام الذي تلا 2012، التجربة الإخوانية بعد ذلك عبر محمد مرسي وصوله، نعم صحيح أشكرك، محمد مرسي، وكانت في ذلك الحين مختلفة تماما في أدوار عن أدوارها التاريخية وعن دورها في العام 2011. لم يكن محمد مرسي في إطار أو الإخوان المسلمون في إطار دعم الربيع العربي، محمد مرسي كان في إطار لبيك يا شام إذا كنت تذكري، الكلمة التي دوخت الجيش المصري الذي اعتاد على الحرب مع الجيوش الشامية وليس على الحرب ضد الجيوش الشامية، وأن ينسى ما بين الجيش المصري والجيش الشامي فيتحول إلى رأس حربة، ولم يطل المقام طويلا بالأخ محمد مرسي في القصر الرئاسي في مصر بعدها، وكان هناك تهريب الأسلحة وكان هناك المحاولات الدبلوماسية وتحويل مقر جامعة الدول العربية باختصار، وأنا عشتها في تلك الفترة هناك، إلى مقر للمعارضة السورية بالأحرى لفئة معينة من المعارضة السورية المرغوبة خارجيا، يا ريتهم كانوا ديمقراطيين وأعطوها للمعارضة بشكل عام، لا يا سيدتي، أعطوها لمعارضة أنقرة ولمعارضة الرياض وأمثال هذه المعارضة. إذا هناك كان تطور، الآن جاء عهد السيسي وفي بدايته كان متقاربا جدا مع السعودية وبالتالي متباعدا مع الجانب السوري، البعض يفسرها اقتصاديا، الآخر يرى فيها قناعة أو تحالفات، هذه قضايا شوية يصعب الحكم عليها من الخارج، لكن الأكيد أن وصول عسكري إلى الحكم في مصر فتح ملف مهم جدا، العلاقات العسكرية المصرية السورية علاقات تاريخية، يعني تجدين ضابطا حارب مع ضابط، تجدين جهاز مخابرات له قناة تواصل مع جهات مع جهاز مخابرات آخر، تجدين ألف باب يفتح هنا وهناك دون أن يظهر كل ذلك إلى العالم. وليس سر الآن أنه بعد مجيء السيسي كان هناك لقاءات أمنية سورية مصرية مهمة جدا لم يعلن عنها، نعم. هذه اللقاءات صحيح. استراتيجية، هذه اللقاءات لا علاقة لها بمزاج الملك السعودي أو كيف استيقظ الأمير القطري أو كيف نام صاحب الجلالة الثالث، لا، هذه لها علاقة بحقائق تاريخية عمرها أكثر من 10,000 عام. من أراد حكم هذه المنطقة توجب عليه دائما أن يمسك بمصر وسوريا، عندما كانت تتعرض سوريا للخطر كانت مصر تتعرض للخطر والعكس صحيح، هذا الأمر ليس 30-40 عاما كما ذكرت لك، أمور جغرافية تاريخية لها 10,000، لا يمكن لأي جيش يستطيع قراءة الخرائط أن يتجاوزها. هذه النقطة مهمة. الآن خرج الصراع مع السعودية أو عدم التقارب الحقيقي مع السعودية، وكانت مسألة وقت، لأن السياسة السعودية الحقيقة لا تتيح المجال أصلا لوجود شركاء، لا السيسي ولا غير السيسي، السياسة السعودية أعطاء أوامر أو هزائم وانكسارات في لبنان سنوات طويلة بدون رئيس، والآن هزيمة وانكسار. أما كان هذا ممكن قبل سنوات كان ممكنا، لكن من دفع الثمن هو اللبناني وهو السوري وهو المنطقة، وهنا السعودي فشل نفسه في الحصول على حليف لبناني حقيقي، ويبدو أنه في طريقه ليفشل في الحصول على حليف مصري حقيقي. مصر مهمة، ومصر مهمة بالذات لمن يدعي أنه يريد أن يواجه من هم ليسوا من العرب في هذه المنطقة من إيران وغير إيران. حسنا يا أخي، قوي مصر، لماذا تضعفها؟ لماذا تضعها تحت جناحك السعودي الصغير؟ لماذا لا تسمح لها بلعب دورها القومي؟ أي بالانفتاح على سوريا، لعب الدور القومي في مصر
هذا ما علمه عبد الناصر وغير عبد الناصر، يعني الانفتاح على سوريا وعلى أي حكومة سورية. لا نتحدث عن حكومة وعن أنظمة وعن أشخاص، هذه قضايا جيو استراتيجية. يجب على الحاكم المصري وعلى الدولة المصرية أن تنفتح على سوريا، وإلا تكون في موقف ضعف. فلماذا يا سعودية تضعين مصر في حالة ضعف؟ طيب، أشكرك حتى هذه اللحظة الأستاذ أكثم سليمان الكاتب والإعلامي، وأيضا الدكتور سمير أبو صالح الكاتب والباحث السياسي، مستمرون في ملفات سوريا الحدث. وقبل المتابعة في ملفات استوديو الحدث، ننتقل مباشرة إلى الزميلة ليمونة صالح في غرفة الأخبار وآخر التطورات. شكرا لك رانيا، أسعد مساءنا مشاهدينا. نبدأ أخبار الحدث من فلسطين المحتلة، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 14 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، كما أفادت مصادر فلسطينية أن مجموعات من المستوطنين اقتحمت مجددا المسجد الأقصى من باب المغاربة تحت حراسة معززة ومشددة من قوات الاحتلال، وقامت بجولات استفزازية. إلى ذلك كشفت وسائل إعلام الاحتلال النقاب عن مخطط صهيوني جديد لتشييد مبنى قرب باحة حائط البراق، الحائط الغربي للمسجد الأقصى، لتسهيل اقتحامات المستوطنين للمسجد. حررت القوات العراقية عددا من المناطق في نينوى من إرهابي تنظيم داعش الإرهابي، وأفادت مصادر عراقية بأن القوات العراقية المشتركة تمكنت من تحرير أربع قرى تابعة لناحية حمام العليل الواقعة جنوب مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمال العراق من إرهابي تنظيم داعش، في إطار العمليات العسكرية الجارية هناك لطرد إرهابي داعش من الموصل والقرى المحيطة بها. انتقدت صحيفة الغارديان البريطانية مواقف الولايات المتحدة وبريطانيا اللامبالية تجاه العدوان المتواصل الذي يشنه النظام السعودي ضد الشعب اليمني. وفي افتتاحية حملت عنوان توقفوا عن المساعدة في عمليات القتل باليمن، قالت الصحيفة إنه أصبح من الصعب للغاية غض النظر عن المعاناة في اليمن، رغم أن العديد من الأشخاص في واشنطن ولندن يحاولون تجاهل هذه المعاناة، مشيرة إلى أن العدوان السعودي المستمر على اليمن يوقع يوميا عشرات الضحايا الأبرياء ويخلف دمارا واسعا، فيما يواجه اليمنيون بمن فيهم الأطفال والنساء مجاعة مخيفة. خبرنا الأخير من تركيا، حيث أوقفت الشرطة من العمال في بلدية أزمير الكبرى. وذكرت صحيفة سوجو التركية أن الشرطة التركية أوقفت العاملين 22 عاملا هم في البلدية بزعم ثبوت استخدامهم تطبيق بايلوك الذي يستخدمه تنظيم الداعية فتح الله جولين في اتصالاته الهاتفية. نهاية أخبار الحدث، أما الآن نعود وإياكم مشاهدينا لمتابعة باقي ملفات الحدث مع الزميلة رانيا زنون. إليك رانيا. شكرا لك ليمونة. إضافة إلى الفضائح وحملات الانتخاب الحافلة بالاتهامات والهجوم الشخصي المباشر، تميزت فترة انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أوشكت على نهايتها بأنها الأشرس والأكثر مباشرة في كم الاتهامات المتبادلة بين كلينتون وترامب في هذه الانتخابات التي عدت الأطول في مداها الزمني في العالم بأربع مراحل، تبدأ بما يعرف بالانتخابات التمهيدية التي تتلوها المؤتمرات القومية التي يحدد فيها المرشح لسباق الرئاسة، لينطلق مرشح الرئاسة
بعد ذلك في حملته الانتخابية إلى أن يصل إلى يوم الاختراع والفارق الأساسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية أن الرئيس الأمريكي ونائبه لا ينتخبان أو لا ينتخبان مباشرة من الشعب بل ينتخبهما أعضاء الهيئة أو المجمع الانتخابي في الولاية والذي يساوي عددهم عدد أعضاء مجلس الشيوخ والنواب الفيدراليين لتلك الولاية، ما يعني أن الشعب الأمريكي لا يشارك مباشرة بأي جزء من هذه العملية الانتخابية المعقدة وغير الموجودة في كثير من ديمقراطيات العالم التي يعتد بها. قبل يوم من انتخابات الرئاسة الأمريكية فضائح واتهامات متبادلة بين المرشحين الديمقراطية هيلاري كلينتون والجمهوري دونالد ترامب، فبينما يتوجه الناخبون الأمريكيون يوم غد إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم واختيار ممثليهم في المجمع الانتخابي تمهيدا لانتخاب الرئيس 45 للولايات المتحدة، تتصاعد حملة الاتهامات بين المرشحين الأسوأ في تاريخ أمريكا حسب تقييم كثير من الأمريكيين، بل إن الانتخابات الأمريكية الحالية تميزت بالحملات الانتخابية التي تحفل بكم هائل من الفضائح وشراسة في تبادل الهجمات الشخصية بينهما، حيث أثارت قضية البريد الإلكتروني لكلينتون عندما كانت وزيرة للخارجية ضجة كبيرة أسهمت في تراجع شعبية المرشحة الديمقراطية بشكل كبير قبل أن يعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أنه يتمسك بتوصيته بعدم ملاحقة كلينتون في هذه القضية. ما سربه موقع ويكيليكس من وثائق تثبت أن كلينتون كانت على علم بتمويل نظامي السعودية وقطر لتنظيم داعش الإرهابي، وكذلك رسائلها التي تكشف أن واشنطن لعبت دورا أساسيا في شن الحرب على ليبيا وأسقاط نظام معمر القذافي سعيا وراء النفط الليبي الرخيص والاستفادة من ذلك خلال الانتخابات الرئاسية، وهو ما أدى لاحقا إلى نشوب حرب في ليبيا أدت إلى سقوط نحو 40,000 قتيل وانتشار التنظيمات الإرهابية مثل داعش، بالإضافة إلى تدفق اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا. انتخابات الرئاسة الأمريكية تعد الانتخابات الأطول في مداها الزمني في العالم، فهي تنجز على 4 مراحل تبدأ بما يعرف بالانتخابات التمهيدية إلى أن تصل إلى يوم الاختراع وهو يوم غد في انتخابات الرئيس 45 لأمريكا. وللمتابعة في هذا الملف أرحب مجددا بضيوفي في الاستوديو الدكتور سمير أبو صالح الكاتب والباحث السياسي، أهلا ومرحبا بك دكتور سمير، وعبر خدمة السكايب من برلين الأستاذ أكثم سليمان الكاتب والإعلامي. أبدأ معك مباشرة أستاذ أكثم، عندما نتحدث عن مسار العملية الانتخابية التي تجري في الولايات المتحدة الأمريكية، ما المأمول منها في المرحلة القادمة؟ راني أنا لا تهمني إلا الانتخابات السورية، دعي المسحة جانبا، بالتأكيد تهم العالم هذه الانتخابات، لكن النقطة الرئيسية ربما لنا في سوريا أو كشعوب هذه المنطقة بشكل عام ألا نصدق هذا المسرح الكبير وتلك الفروق الواسعة بين هذا وذاك من المرشحين. أساسا المرشحين في الولايات المتحدة الأمريكية يقضون عاما في الترشيحات الداخلية داخل الحزب نفسه ثم في التحضير للحملة الانتخابية والحملة الانتخابية وصولا كما ذكر تقريركم إلى يوم الاقتراع، بعد ذلك وما تكاد الأمور يتم تسلمها من الذي سبق إلى الذي لحق أو التي لحقت، يبدأ بعد ذلك الاستعداد لانتخابات الكونغرس وما إلى ذلك من دورات، بينما جهاز السلطة النظام إذا أردنا التسمية في الولايات المتحدة الأمريكية مستمر ويعمل. تأكدي أن جميع فروع CIA والFBI والمخابرات العسكرية والجيش الأمريكي والبنتاغون في كل أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية تعمل الآن واليوم على قدم وساق، ولا تنظر إلى أنه غدا يوم انتخابات قد يأخذه هذا الموظف أو ذاك مناسبة للعطلة. إذن بالنسبة إلينا لا فرق كبير، وإذا شئت الدخول في التفاصيل السورية، ترامب هناك فائدة ترجى منه وهو الاقتراب أكثر من روسيا، كلينتون هناك فائدة ترجى منها وهي عدم الابتعاد كثيرا عن إيران، باختصار هذا هو الفرق سوريا. في الحالتين لديك نقاط إيجابية ونقاط سلبية، هناك من يأمل ربما أن تكون كلينتون
أكثر رغبة من أوباما في الدخول عسكريا على الخط السوري؟ على هؤلاء يمكن الرد بالقول: أولا، الولايات المتحدة الأمريكية داخلة بشكل كبير جدا في الخط العسكري في سوريا. هذا الكلام ليس صحيحا، أن الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة أوباما كانت سلمية على الأقل في الحالة السورية. وثانيا، دخول أو عدم دخول كلينتون أو غيره على الخط العسكري لا علاقة له برغباتها أو طريقة استيقاظها هي الأخرى، وإنما له علاقة بتوازنات القوى على الأرض. لديك قوة في سوريا، لديك قوة عند حلفاء، لن يدخل أحد، ليس لديك قوة سيدخل الجميع باختصار وبساطة. طيب، بكل الأحوال عندما نتحدث دكتور سمير عن واقع الانتخابات، يعني من يراقب الإعلام الأمريكي اليوم كيف يتحدث عن هذه الانتخابات، نعرف تماما واقع التخبط الحقيقي بين الإدارات الأمريكية في اختيار الرئيس القادم في المرحلة القادمة من تاريخ الولايات المتحدة، أو من مستقبل عفوا الولايات المتحدة الأمريكية، بفارق مجموعة من النقاط: ترامب 42% وكلينتون 47%. ما حظوظ ترامب في المرحلة هذه؟ اسمحي لي لو يعني رجعت قليلا إلى الوراء لأقول بأن هناك تيران الآن في الولايات المتحدة الأمريكية يتصارعان على كرسي الرئاسة. الأول وهو كلينتون، أي هذا التيار الذي يريد التوغل أكثر والأكثر في سياسة أوباما، بمعنى أنه لم يعرض حلولا لأي أزمة من الأزمات التي دخلت فيها الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن، ليس فقط في الشرق الأوسط، بل هو يعتمد على المنظرين الذين نظروا سابقا لأوباما، والذي طبعا أدى بالسياسة الأمريكية إلى هذه الإخفاقات المتتالية. هذا من جانب. من جانب آخر، جانب ترامب، هو لا أقول أنه أكثر رحمة أو أكثر شفقة على الوضع في سوريا أو المناطق الملتهبة في العالم، ولكنه يريد الانكفاء، بمعنى أنه يريد أن يصحح ما أقدم عليه أوباما بانكفاء الجيش الأمريكي والتدخلات الأمريكية التي فاقت الحدود المقبولة للشعب الأمريكي. يريد أن ينكفئ إلى داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن مع الحفاظ على الوضع القائم، أملا بتحقيق استراتيجيات فشل حتى الآن أوباما، وربما ستفشل أيضا كلينتون في تحقيقها. هذان التيران المتصارعان الآن في الولايات المتحدة الأمريكية، صحيح أنهما ربما سيكون لهما الكلمة الفصل في تحديد المسار الذي سيسير باتجاه العالم ككل، ليس منطقتنا فحسب. نعم. ولكن بالنهاية أعتقد أن الأكثر عقلانية هو الذي سينتصر. هنا لا أقصد بأن ترامب أكثر عقلانية، ولكن أقول أن ترامب رد في دعايته الانتخابية على متطلبات الشعب الأمريكي في هذا الموضوع، خاصة وأن الشعب الأمريكي لا يسمح بالفشل مرتين. الآن الشعب الأمريكي مقتنع تماما بأن الجمهوريين قد فشلوا في سياساتهم الإقليمية وكذلك الدولية، والآن لا بد من تصحيح هذا المسار الخاطئ باتجاه مغاير. هذا الاتجاه المغاير والوحيد المتوفر حتى اللحظة هو الذي يسعى إليه، والذي رفعه ترامب في دعايته الانتخابية. لذلك أعتقد إذا كانت العقلانية هي التي ستؤدي إلى انتخاب رئيس القادم، فسيكون ترامب هو الرئيس القادم وليس كلينتون، رغم كل المؤشرات التي تدل حتى اللحظة على أن كلينتون هي التي ستكون في المرحلة القادمة. أيضا أسمع رأيك أستاذ أكثم سليمان، حظوظ كل من المرشحين، لكن دعنا قبل هذا الموضوع أن نربط قليلا، يعني اليوم الحديث والداخل الأمريكي يتحدث عن ما أنجزه أوباما في مرحلة ولايته للرئاسة الأمريكية، يعني أنهى ملف العراق واعترف بأن ما جرى في العراق كان خطأ كبيرا، حل المسألة الكبيرة التي كانت بين الدول الغربية وإيران، ووصل إلى اتفاق مع إيران بين إيران والمجموعة 5+1، حل موضوع كوبا، وهذا من الملفات التي اعتبرت أيضا من الملفات الهامة جدا بين كل من الأزمات التي تعانيها الولايات المتحدة الأمريكية مع أكثر من نقطة في العالم، بالإضافة إلى نقاط لها علاقة في الواقع في سوريا، لها علاقة فيما يجري في العراق، موضوع الإرهاب وعدم تدخله عسكريا أساسا في سوريا. هذه النقاط كيف سيتم استثمارها في واقع ما جرى من دعاية انتخابية لكل من كلينتون وترامب؟ ما يحاوله أوباما، ما تحاوله النخب الأمريكية حاليا، هو تسويق الانتخابات يوم غد ليس على أنها انتخابات بين مؤيدة أوباما أو واحدة من معسكر أوباما ضد واحد آخر من معسكر مختلف تماما، بقدر ما يحاولون تسويق هذه الانتخابات بأنها انتخابات مع الديمقراطية أو ضد الديمقراطية. نعم. إذن هذا يؤكد أن إنجازات أوباما ليست حاضرة بتلك القوة، إنجازات بين قوسين طبعا، ليست حاضرة بتلك القوة في أذهان
المواطن الأمريكي، وذكرت منها أكثر من نقطة، مثلا كوبا قضية عمرها أكثر من 50 عاما. صحيح. يعني كان الموضوع أصلا زائدا عن الحد، ولا معنى لا استراتيجي له منذ سقوط المعسكر الاشتراكي، لا معنى له إلا الإمعان في المعاقبة الأمريكية وفي الغطرسة الأمريكية. في الموضوع السوري أعود وأؤكد أن التورط العسكري الأمريكي أكبر مما يتوقعه كثيرون، ولكن نعم محق من يقول إن أوباما استغل الأغبياء في المنطقة وفي البلد كي يقوموا بالحروب عنه، بينما كان الذي سبقه جورج دبليو بوش أو جورج بوش الابن مصرا على فعل كل شيء بيديه، فالتهبت يداه بالدماء وبقضايا المنطقة. لكن من حيث الجوهر المنطقة ملأة بالحروب كما لم تكن كذلك في عهد أي رئيس جمهوري، هي ملأة بالحروب في عهد الديمقراطي أوباما. ولكن كما ذكرنا السعودي يضرب في اليمن، والسعودي والقطري والتركي يضربون في سوريا، ونسمي هذا كله تراجعا عن المنطقة وسلاما للمنطقة وبركات السيد أوباما لهذه المنطقة. لا أريد الدخول الآن في تفاصيل الطائرات من غير طيار التي قتلت الآلاف في أنحاء العالم، كثير منهم أبرياء، هذه أيضا حروب أوباما. نعود للتذكير، الرئيس يكون له توجهات، يكون له شعارات، تذكرين شعار أوباما يس وي كان، تسوق هذه الأمور، نعم يتم التعامل معها، نعم نحن نستطيع، لا أحد يعرف يستطيع ماذا، لكن ليست هذه المشكلة، إنما كانت الـ 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 الأنفاس بعد حروب بوش وبعد التوسع الأمريكي الكبير بشكل فج في تلك الفترة يحتاج إلى شخص كأوباما. لذلك عندما جاء تنفس كثيرون الصعداء أيضا أولئك الذين خرجت أنفاسهم الأخيرة بعد ذلك تحت ضغط سياسة أوباما. والآن يتم تسويق الأمر أيضا بهذا الشكل. لا تعتقد أن كلينتون كما ذكرت استمرارية لأوباما، هي تسوق على أنها رد على ضعف أوباما وعلى جبن أوباما وعلى انعزالية أوباما. البعض يقول لك من المحافظين الجدد حتى الذين سينتخبون ديمقراطيا، أي الديمقراطيين وليس الجمهوريين، يقول لكم يأملون أن كلينتون عندما ستأتي ستعيد الولايات المتحدة الأمريكية إلى سياسة القبضة الحديدية كما فعل ذلك في ليبيا، وليس الحرب عن طريق الوكلاء كما جرى في سوريا في عهد أوباما. هم يريدون حروبا واضحة وليس حروب بالوكالة، ويأملون أن كلينتون هي القادرة على تنفيذ هذه الأمور. من يريد أن يعرف سياسات كلينتون عليه أن ينظر إلى الصندوق الذي أنشأته مع زوجها، صندوق الأعمال الخيرية طبعا. صحيح. حتى عن أعمال شريرة، لا أبدا، أعمال خيرية، لكن التحويلات البنكية المصرفية التي تأتي إلى هذا الصندوق تجعلك تعرفين لماذا تقول كلينتون في أحد إيميلاتها أو رسائلها الإلكترونية: نحن نعلم أن قطر والسعودية أو البعض في قطر والسعودية يمول داعش، لكنها لا تقول ذلك علنا وتقوم بما يجب القيام به تجاه دول تدعم داعش. طيب فيما يتم الحديث فيه والتركيز أكثر، لا نستطيع أن نعتبر بأن ملف الرئاسة في المرحلة القادمة هو ملف غير مهم بالنسبة لسوريا، بالعكس هو ملف مهم وقد يكون مصيري في المرحلة القادمة بمستقبل سوريا. وعليه أسأل، ما التوقع من الرئيس القادم تجاه الملفات في المنطقة سوريا تحديدا، لا ننسى روسيا في هذا الملف لو سمحت؟ واضح تماما أن السياسة الأمريكية في المنطقة وصلت إلى الأزمة الكبيرة، بمعنى هناك تأزيم سواء كان في السياسة السياسية الأمريكية أم السياسة العسكرية الأمريكية في المنطقة، وبالتالي لابد من أن تأتي قيادة سواء كانت كلينتون أو ترامب أو إلى ما هنالك، وأن تتعامل مع الوقائع المفروضة والموجودة حاليا في المنطقة بأسلوب آخر من الذي ما زال حتى الآن قائم أمريكيا في هذه المنطقة. الولايات المتحدة الأمريكية كما سمعنا من كلا المرشحين تريد عالما أكثر استقرارا، تريد عالما أكثر انفتاحا، تريد وتريد وتريد، ولكن ما تريده حتى الآن لا يترجم على واقع السياسة الأمريكية، وأيضا غير متوقع أن يترجم في واقع السياسة الأمريكية القادمة في هذه المنطقة. طيب. ودليل على ذلك أنه في هذه الفترة وهي فترة الارتياح صح التعبير للحملة الانتخابية الأمريكية، كان يفترض أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية أقل تدخلا في الشأن السوري وأقل تدخلا في الشأن العام في هذه المنطقة، ولكن ما رأينا أن أنها طالبت على سبيل المثال في الهدنات الإنسانية، ولكنها
جلبت المزيد من الأسلحة المتطورة وقامت بتدخيلها عبر تركيا إلى المقاتلين في حلب. هذا يدلل على أن ما تقوله الولايات المتحدة الأمريكية عبر طبعا مرشحيها الآن في الانتخابات الأمريكية هو غير صحيح، ما زالت تخادع وستستمر في هذا الأسلوب أملا منها في أن تحرز أقله ولو جزء البسيط من اقتطاع منطقة ما في المنطقة السورية أو المنطقة العربية ككل، أو أن تستطيع أن تمرر أحد مخططاتها في هذه المنطقة، وليكن على سبيل المثال موضوع أنبوب النفط المشار إليه في أكثر من حديث من الخليج إلى البحر المتوسط. من هنا ما أتوقعه كسوري ومن وكإنعكاس للسياسة السورية من السياسة الأمريكية ليس بشيء الكثير، لأن الموضوع أعتقد بأنه أكبر من ما يقرره الرئيس أو ما قرره الرئيس. الموضوع يتعلق بمصالح أكبر لشركات السلاح ولشركات النفوذ، وربما دخلت في هذا الإطار وبكل تأكيد إسرائيل، ولكن أعتقد أن هناك تيارا آخر دخل في هذا الموضوع هو الذي سيحدد الرئيس أكثر من صندوق الاقتراع الأمريكي. طيب لو سمحت لي أستاذ أكثم سليمان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر تحدث قبل أيام على تلفزيون CNN وقال بأنه يجب علينا أن نكون متفاعلين أكثر حول الملف السوري، برأيك ماذا قصد بمفهوم التفاعل؟ ربما يقصد، لا أدري بالضبط، لكن ربما يقصد التعامل مع الواقع كما هو وليس كما يضعه البعض للأمريكيين في الرؤوس. يعني تعلمين أن هناك من باع الأمريكيين أسطورة أن الحكومة السورية تحتاج بضعة أسابيع ثم تختفي، ثم جاء من قال هي أشهر قليلة ثم تختفي، ثم جاء وهنا ليست إيدا لحكومة ولا اعتراضا على غيرها ولكن التزاما بالخط الواقعي. ضعي نفسك أمام الزعيم الأمريكي، أمام قادة مخابراته، قادة جيشه، ألا تشعرين في هذه اللحظة بما يسمى بالعربية الفصحى الاستغباء؟ نعم، يشعر الإنسان بالاستغباء أن تحرج الرئيس الأمريكي أن تأتي إليه باستشارة تقولين له فيها اخرج وقل على الأسد أن يتنحى، وبعد أيام ستتحقق بالعصا السحرية هذه الأمنية، ثم يجلس سنوات بعدها فلا يتحقق هذا، فيكون منظره ليس كمنظر زعيم الدولة العظمى الذي يتحدث عن الأمور فتحدث. إذا الولايات المتحدة الأمريكية ارتكبت بالتأكيد الكثير من الأخطاء، هناك من ساعدها في هذه الأخطاء، لكن أعود للتأكيد على أنه لا يتوجب علينا أن ننسى. ذكرت أن هذا مستشار الأمن القومي السابق في عهد الرئيس جيمي كارتر، يعني كسوري ولد في عام 70، جيمي كارتر أول رئيس أمريكي عشته أو تذكرت وجهه، ولا أذكر إلا هذه الكامب ديفيد ووقوع سوريا في نوع من الوحدانية في مواجهتها الخارجية. بعد ذلك أمثال رونالد ريغان وسياسته القاسية جدا في لبنان تحديدا تجاه سوريا، وصولا إلى جورج بوش الأب الذي كان لنا من بركاته الكثير في بلد مجاور هو العراق في العام 90-91 تحديدا يناير كانون الثاني 91. بعد ذلك جاء بيل كلينتون الذي وعدنا بالسلام وبالذهب وبكل شيء في هذه المنطقة، وسوف تكون يعني الأعراس والحفلات إلى الصباح الباكر. تعرفون كيف انتهى الأمر بعد دورتين انتخابيتين بعد 8 سنوات من السيد بيل كلينتون، جاء بعده جورج دبليو ابن الرئيس قبل السابق وحكم بطريقته ودخل في أزمة العراق، وجاءت 11 سبتمبر قبل ذلك، ثم بعد ذلك الآن يأتي أوباما ليكون المنقذ فلا ينقذ أحدا ربما إلا نفسه، والآن يأتون لنا بزوجة الرئيس قبل السابق أو الثاني قبل السابق كي يقول لنا الحل هو مع كلينتون، تدعم الأقليات، تؤيد البيئة، تريد السلام لهذا العالم. أعتقد أن السوري عليه أن يعلم بعد هذه التجارب أن من جهة الغرب على ما يبدو لا نصيب له إلا برياح باردة، وأن هذا الأمر قد يكون له أسبابه الجغرافية أو الإلهية، لكن حتى الآن لا يوجد سبب واحد للاعتقاد أن هناك أمر إيجابي سيأتي. الكل يعرف أن بعض الحكومات الأمريكية اقتربت كثيرا من الحكومة السورية واقتربت كثيرا فيما عرف بمحاربة الإرهاب، بل وشكروا القيادة السورية على إنقاذ أرواح أمريكيين من عمليات إرهابية، وبعدها بليلتين أو ثلاثة استبدلوا هذه المزاجية. هذا جانب لا يؤمن له جانب، وهذا جانب يتوجب التعامل معه دائما على اعتبار وماذا لو لم يكن صادقا، وهو في غالب الأحوال ليس صادقا.
طيب لو سمحت لي دكتور سمير، عندما نتحدث عن واقع ما يجري في الولايات المتحدة الأمريكية لا نستطيع أن نغفل أبدا النقاط العربية أو الجغرافيا العربية التي تشهد بطبيعة الحال ملفات ساخنة. نتحدث عن ليبيا، نتحدث عن اليمن، نتحدث عن العراق. برأيك ما التغيرات التي ستطرأ على سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه هذه الملفات العربية الساخنة لو سمحت؟ أعتقد أن الملفات العربية بالنسبة للسياسة الأمريكية حددتها بالأساس المصالح الأمريكية، بمعنى عندما رأت أمريكا أن لها مصلحة في ضرب ليبيا فضربت في ليبيا، وعندما لها مصلحة في غزو العراق غزت العراق، وكل ما أتى به الإعلام الأمريكي وعلى لسان المسؤولين الأمريكيين أنفسهم اكتشفنا فيما بعد أنه كذب، بمعنى أن السياسة الأمريكية لا تأخذ ولا تقيم وزنا لأي مصالح لا عربية ولا غير عربية عندما تكون لغة مصالحها الذاتية هي اللغة السائدة وهي التي تريد تحقيقها. ولكن أقول أيضا أن السياسة الأمريكية لا يمكن لها أن تتجاهل أيضا الملف العربي في هذه المنطقة. الملف العربي في هذه المنطقة ووفقا للتفكير الأمريكي في أسوأ حالاته وأحسن حالاته بالنسبة لهم، إذ أن دول الخليج إضافة إلى السعودية خرجت من هذا الإجماع العربي بشكل أو بآخر، ثم أن ليبيا الآن غارقة في مستنقع دمها، مصر تترنح ما بين محاربة الإرهاب الآتي بالسيناء وإلى ما هنالك، ثم الوضع الاقتصادي. العراق له ما له من وضع يعني لا, لا, لا يحسد عليه. إذن ما بقي من الاهتمام الأمريكي في الملفات العربية هو الجزء الذي لم ينجز حتى الآن أمريكيا في هذه الملفات. ما هو الملف الذي ينجز في هذا الإطار؟ أقول هو استتباب الأمن نهائيا لصالح إسرائيل، بمعنى الغاية الأمريكية في هذا الموضوع في التشرذم العربي الحاصل حاليا مع الأبقاء على هذا الملف تحت مسمى آخر هي المصلحة الإسرائيلية. إسرائيل في هذا الموضوع هي الحاضر الوحيد في كل الملفات الشرق أوسطية، وليس العرب لم يكونوا ولن يكونوا لطالما أنهم على هذه الحال وهذه الشاكلة من التفرق والاقتتال. جدا مهمة هذه النقطة، عندما نتحدث عن الفائز الوحيد في هذه الانتخابات قد تكون فعلا إسرائيل في هذه المرحلة. برأيك إلى أي حد اليوم ستحدد إسرائيل البوصلة الحقيقية للسياسة الأمريكية تجاه المنطقة؟ المصالح الإسرائيلية في المنطقة معروفة، وكلينتون كانت صادقة في رسالة إلكترونية أيضا أخرى لها بالمناسبة من تلك الرسائل التي سربت، عندما تحدثت عن أن الحرب في هذه المنطقة هي لصالح إسرائيل. ماذا تريد إسرائيل أكثر من ذلك؟ سنوات طويلة عندما كنا ندخل في مشادات مع أنصار إسرائيل في بلاد المغترب كانوا يقولون لنا مشكلتكم يا أخي كعرب ليست إسرائيل، مشكلتكم في الفقر، مشكلتكم في بعضكم البعض، تكرهون بعضكم، الدولة عندكم غير واضحة، لديكم تفرقة أو فروق طائفية وفروق قومية وفروق إثنية وأنتم مشكلتكم. وكنا نرد لا، القضية الرئيسية هي القضية الفلسطينية والصراع في هذه المنطقة تعرفه كذا وكذا. اليوم يأتي من يعرف الصراع بيديه بطريقة مختلفة فيرى عدوه داخل وطنه للأسف، نعم، وينسى الطرف الآخر، بل في أحيان أخرى يتعامل معه على أساس حليف ضد ابن بلده، وهذا الأمر يعني ما كانت تحلم به ربما دولة اسمها إسرائيل قبل سنوات قليلة مضت. لذلك أيضا طبعا ما هو حق ضيفك الكريم، الولايات المتحدة الأمريكية لا تجد الآن ضرورة التحرك في المنطقة ما دام أمن إسرائيل ليس في خطر، ما دام العرب يأكلون العرب، وما دام هذا يخبط على رأس ذاك بأسباب ما أنزل لها الله بها من كتاب وبما أن المنطقة في حالة انفجارية تتيح أيضا محاصرة ومشاغلة دولة اسمها روسيا، فنصيبنا ربما من خطط الحلول نصيب ضئيل جدا. ولاحظ منذ سنوات طويلة لا نسمع شيئا عن مؤتمرات السلام ولا عن القضية الفلسطينية، وماذا حصل بالمناسبة بمنطقة ألف ومنطقة باء ومنطقة شين ومنطقة زين في فلسطين؟ لا أحد يعلم على الأقل على مستوى العالم. طيب وبرأيك هل نجحت إسرائيل في الوصول إلى هذه النقطة؟ وباعتبار أننا نتحدث عن هذه النقطة تحديدا، نعتبر بأن هذا الملف أغلق بالنسبة للعرب، لا أتحدث فقط عن سوريا، أتحدث عربيا في هذا الملف لو سمحت أستاذ أكثم سليمان، من الذي سيسمح أساسا لدول عربية أخرى غير سوريا أن تفتح هذا الملف في الوقت الذي هي غارقة أساسا بملفاتها الداخلية؟ أعتقد أن العلاقة بين الملفات الداخلية والخارجية ليست بعيدة، يعني لا تعتقد أن دولة
اعتقد أنور السادات في لحظة من اللحظات أن لديه أزمة اقتصادية مثلا، وأن علاقاته الدولية تتطلب منه صنع السلام مع إسرائيل، واعتقد أشياء كثيرة. وأنا الآن لست بصدد تحليل خطوة أنور السادات لا سلبا ولا إيجابا، لكن بالمتابعة الموضوعية البحتة تجدين أن الفقر ازداد في مصر بعد معاهدة السلام، على الأقل وصولا إلى اليوم، أن الاضطرار السياسي كان من نصيبهم كما كان من نصيب غيرهم. إذا خدعت أن الملفات الداخلية إذا ركن الملفات الخارجية على الرأس والتفتنا إليها سنحلها، هذا أمر غير حقيقي وغير واقعي. الملفات دائما مفروضة على الدول وعلى الأمم، عظيمها وبائسها، عليها التعامل معها كل على حدة. ليس هذا الملف على حساب ذلك الملف، لا يمكن بيع القضايا الكبرى من أجل حل القضايا الاقتصادية، ولا يمكن التخلي عن القضايا الاقتصادية أو السياسية أو الإصلاحية صحيح. أو الإنسانية لمراعاة المعارك الخارجية. الأمم التي تحترم نفسها ونحن منها أعتقد تتابع كل هذه الأمور معا، وعليها وقدرها أن تتابع كل هذه الأمور معا، وإلا فسيكون الفشل على كل المستويات الداخلية والخارجية، وهذا ما ستكتشفه الدول العربية التي تحاول الآن السير على معادلة رخيصة الحقيقة، تقول افتح خطوطا مع إسرائيل وسوف يكونون من أصدقائك في هذه المنطقة وسوف يفتحون لك الأبواب. سيفتحون هذه الأبواب مع إسرائيل، لكن لن تفتح لهم هم الأبواب. القضية ليست اختيارية، القضية ليست مزاجية، القضية ليست أن تنامي وتستيقظ، القضية تسير وفق المصالح والأولويات تماما، وقضايا الدول وقضايا الأمم لا تختارينها. أنت لا تختارين أن تكون جزءا من الصراع العربي الإسرائيلي أو تخرجي من الصراع العربي الإسرائيلي. من الجميل أن تعيش في عالم تختاري فيه على المستوى الشخصي أو القومي أو الوطني قضايا تريدين أن تشغل بها أو لا. القضايا تشغل الإنسان وتشغل الأمم وتشغل المجتمعات بسبب وقوعها في مكان معين، بسبب لحظتها التاريخية، بسبب حسن أو سوء حظها إن شئت، لكن ليس بسبب الاختيار. نحن لسنا مختارين ولا أحد في المنطقة مختار، لذلك علينا التعامل مع الموجود فعلا، وهذه هي الصراعات الموجودة، هذه هي الخرائط وهذه هي الإمكانيات. التغيير نحو الأفضل ممكن، لكن الهروب من الخريطة مستحيل. صحيح. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ أكثم سليمان الكاتب والإعلامي على تواجدك معنا عبر خدمة السكايب من برلين في ملفات استوديو الحدث. أشكرك أيضا الدكتور سمير أبو صالح الكاتب والباحث السياسي. شكرا. الآن وقفة سريعة مع أبرز التطورات في العالم. القوات الحكومية الليبية تحرر 14 مدنيا كانوا محتجزين من قبل إرهابيي داعش في مدينة سرتة. مقتل 9 في هجوم مسلح على أشخاص أثناء مشاهدتهم مباراة كرة قدم في جوبا جنوب السودان. فيتنام تسفر عن مقتل 15 شخصا وفقدان 6 آخرين. الحكومة الهندية تعلن الطوارئ بسبب انتشار الهواء السام. هزة أرضية بقوة 5 درجات تضرب ولاية أوكلاهوما الأمريكية. ذاكرة الحدث لهذا اليوم 27 الثاني. في مثل هذا اليوم من عام 1956 الجمعية العامة للأمم المتحدة توافق على قرار يطلب من المملكة المتحدة وفرنسا وإسرائيل الانسحاب الفوري من مصر بعد اجتياحهم للسويس. في عام 1962 اتفاق بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي تقوم بموجبه سفن أمريكية بالتحقق من البحر من الصواريخ السوفيتية التي يتم سحبها من كوبا. في عام 1983 الرئيس الجزائري الشاذ المجدي يقوم بزيارة رسمية إلى فرنسا، هي الأولى لرئيس جزائري منذ الاستقلال. وفي عام 2012 الرئيس الأمريكي باراك أوباما يفوز بولاية رئاسية ثانية. ختام ملفات استوديو الحدث، تذكير بالعناوين.
وحدات الجيش تحكم سيطرتها على تلة الرخم غرب الكليات العسكرية في حلب، وسلاح الجو يوقع عشرات الإرهابيين في حمص ودير الزور. ظريف والمقداد يبحثان استمرار القيادة الإيرانية مواصلة دعمها السياسي والاقتصادي والعسكري لسوريا حتى دحر الإرهاب. لافروف وشكري يبحثان الوضع في سوريا، والكرملين يقول إن التهدئة الإنسانية لها أطر زمنية، لكن نظام وقف العمليات الجوية الروسية ما زال مستمرا. وكان في ملفات استوديو الحدث، قبل يوم من انتخابات الرئاسة الأمريكية حملات الفضائح والاتهامات تتصاعد بين كلينتون وترامب. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من ملفات استوديو الحدث، يمكنكم المتابعة عبر شبكة الانترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. غدا لنا لقاء جديد، دمتم بألف خير، لكم التحية من فريق العمل، إلى اللقاء.